ومن هنا من خلال ما مضى نقول إذا بيع المكيل المطعوم بمكيل مطعوم آخر من جنسه فيجب ماذا؟ يجب شرطان، يجب أن يكون هناك شرطان، التساوي، التساوي بالدقة 100%، التساوي والقبض قبل التفرق. الدليل الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. وكذلك الشأن في بقية الأصناف الأخرى. إذن لو باع، وكما أسلفت لا ينظر إلى نوعية هذا المكيل أو المطعوم أو إلى هذا المال الربوي، لا ينظر إلى نوعه. إذن لو باع 50 جراما من الذهب الرديء ب10 جرامات من الذهب الرديء في النوعية، ب10 جرامات من الذهب الجيد، ها لا يجوز أي ذهب. ولذلك في التمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن النوعية اختلفت، هذا جنيب وهذا جمع وهذا برني وهذا غيره، ومع ذلك لما حصل ما حصل من الزيادة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو عين الربا. لا تقول الله هذا أقل جودة، لا، بمجرد أنه تمر مع تمر يجب التساوي والقبض قبل التفرق، بمجرد أنه فضة بفضة فكذلك، ذهب بذهب كذلك، تمر بتمر كذلك، شعير بشعير كذلك.